طالبات الصف الثالث ثانوي، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مدرسه على الهواء. طبعا هنا على قناه مصر التعليميه، القناه المتميزه اللي ليها كان فضل كبير على طلبه كتير في انهم يقدروا يقفلوا الدرجات النهائيه، اصبحوا من الطلبه المتفوقين واحتفلنا ببعضهم. وطبعا هنا النهارده هنرجع مع بعض ونشوف نموذج او الامتحان بتاع الدور الاول في ماده الاستاتيكا، وهنضيف عليه افكار تانيه ايه بقدر الامكان بحيث اننا نقدر نغطي توقعات امتحان الدور الثاني. الناس اللي هي النهارده بتركز معانا تفهم الايه التريكات البسيطه اللي كانت حصلت، وهنشوف رد الفعل في وضع اسئله مختلفه شويه، لكن ممكن تكون دي برضو اسئله امتحان الدور الثاني. نشوف السؤال الاولاني، كان سؤال سهل جدا مباشر. طبعا احنا كنا حافظين مع بعض ان هنا اذا كان الجسم على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط، فان معامل الاحتكاك بيساوي ظل زاوية ميل المستوى على الافقي. تاني، السؤال ده كان حاجة محفوظة وكل الطلبة حافظينه، فجه السؤال ده في الامتحان. يبقى اذا كان الجسم على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط، فان معامل الاحتكاك بيساوي ظل زاوية ميل المستوى على الافقي. طب نشوف السؤال جه ازاي في الامتحان. اهو السؤال كان كده، بيقول لي هنا وضع الجسم على مستوى ماء الخشن يميل على الأفق بزاوية قياسها 30 درجة، وكان على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط، فإن معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى بيساوي. يبقى زي ما اتفقنا كده إن هنا بقول لك على طول أنت بتجاوب، بس أنا هفكرك لأن دي حاجة أنت حافظها. يبقى بما أن الجسم على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط، يبقى إذن ميم معامل احتكاك بيساوي ظل زاوية ميل المستوى على الأفقي ظا ثيتا. يبقى إذن هنا ميم بتساوي ظا 30. طب ظا 30 بكام يا مستر؟ ظا 30 بواحد على جذر 3. ممكن تكيني اكتبها واحد على جذر 3، وممكن اضرب بسطا وقاما في جذر 3، اكتب جذر 3 على جذر 3 اللي هي بتبقى جذر 3 على 3. ضروري الاجابه دي تبقى موجوده في السؤال، ودي نقطه السؤال، وسؤال سهل جدا ومباشر وما كانش فيه مشكله في الامتحان اهو. يبقى وضع الجسم على مستوى ماء الخشن يميل على الافق بزاويه قياسها 30، يبقى زاويه ميل المستوى 30، يبقى ميم بتساوي 30. طب هنا وكان على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط، فإن معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى يساوي هل جذر 3 على 2، هل جذر 3، هل جذر 3 على 3، هل نص. واضح إنها الإجابة بتاعتي كانت جيم، وده سؤال طبعا سؤال سهل جدا. في ناس غلطت فيه، الناس اللي استعجلت كانت غلطت في ظا 30، كتبت أي يعني ما كتبتهاش واحد على جذر 3، وده كانت الإيه السؤال اللي هو جه. نشوف سؤال تاني من الأسئلة اللي جت في الامتحان برضو، وسؤال مهم سهل. الامتحان كان سهل جدا، فسهل جدا واللي كان بيتابعنا سهل ان كان بيقفل ال 120 درجه في ماده الرياضه. السؤال الثاني بيقول لي وضع جسم وزنه 60 نيوتن على مستوى يميل على الافقي بزاويه قياسها ظلها 12 على 5. ما دام قال لي ظلها 12 على 5، يبقى مباشره برسم المثلث القائم بتاعي اهو. عندي اهو الزاويه ظلها 12 على 5، يعني واضح المقابل 12. يبقى انا اهي اهي ودي 12 ودي 5، يبقى من فيثاغورس بجيب 13. كلنا حافظين الكلام ده، يبقى بعرف ان جا ه بتساوي 12 على 13، وجتا ه بتساوي 5 على 13. على طول مباشره في الامتحان باخد الخطوات السريعه دي، لان الخطوات السريعه دي بتسهل لي عمليه الحل. هنقرا المساله وبعدين نكمل رسمها. يبقى هنا وضع جسم وزنه 60 نيوتن على مستوى يميل على الافق بزاويه ظلها 12 على 5، ومعامل الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى بيساوي 2/3. واروح كاتب كده قدامي ان م بيساوي 2 على 3، معامل الاحتكاك السكوني. اوجد مقدار القوه الافقيه. السؤال ده كنا متوقعينه فجه. اوجد مقدار القوه الافقيه التي تؤثر على الجسم والواقع في المستوى الرأسي المار بخط أكبر ميل للمستوى، وتمنع الجسم من إيه؟ من الانزلاق. نرسم المسألة ونبدأ نفكر فيها. أدي مستوى مائل أهو أملس، زاوية ميله هنا أهي، وبعدين هنا في جسم محطوط على المستوى المائل الأملس ده.
طبعا وزنه بيأثر رأسيا لأسفل، وزنه كان 60 نيوتن، 60 نيوتن، 60 نيوتن. وبعدين في قوة أفقية أهي اللي أثرت عليها على الجسم قاف. بعد كده أول حاجة ببدأ أحلل الوزن إلى مركبتين متعمدتين، واحدة في اتجاه المستوى، واحدة في اتجاه عمودي على المستوى. دي مع اتجاه رد الفعل أهي، هنا رد الفعل. يبقى همشي الستين دي، يبقى هنا 60 جا هي، وهنا 60 جت اهي. كلنا حافظين الكلام ده. خلصت من الوزن. القوة الأفقية أولا الزاوية دي هي تبقى دي هي بالتناظر. أحلل القوة إلى مركبتين متعمدتين، واحدة اتجاه المستوى أهي. طبعا هنا دي هي ودي هي بالتناظر، يبقى واضح إن هنا هنا تبقى قاف جت هي، قاف جت هي. هنا في الاتجاه ده هتبقى قاف جا هي. يبقى أنا خلصت من هنا من قاف كمان. بعد كده النقطة المهمة اللي غلط فيها بعض الطلبة، هنا بيقول لي التي تؤثر على الجسم والواقعة في المستوى الرأسي المر بخط أكبر ميل وتمنع الجسم من الانزلاق. يعني إذا الجسم بينزل كده يبقى واضح إن الاحتكاك ضد اتجاه الحركة، يبقى الاحتكاك لأعلى، يبقى كده ميم ر. خلاص أنا لو عملت البيانات دي كلها صح يبقى سهل جدا أحل المسألة بمنتهى البساطة، مسألة سهلة مباشرة ما فيهاش مشكلة. طبعا نبص مع بعض. أول حاجة ر بتساوي، ره بتساوي قاف جا سيتا زائد 60 جا هي مثلا، وستين جت اهي بالمرة. جا هي عندي اهي، يبقى ره بتساوي قاف في 12 على 13، يبقى 12 على 13 قاف زائد 60 جت ب 5 على 13، يبقى في 5 على 13. يبقى انا اول حاجة جبت ره. هكتب المعادلة على المستوى. واضح ان قاف جتا سيتا او جتا ه زائد ميم ر بتساوي 60 اهي، يبقى قاف جتا ه هودي دي في الطرف الثاني باشاره موجبه سالبه، يبقى بتساوي ال 60 جا ه ناقص ميم ر. ماشي، طب ما انا جبت ر يا مستر اعوض عنها. طب قاف اهي جتا سيتا بكام؟ جتا سيتا ب 5 على 13، 5 على 13 بتساوي 60 جا سيتا، جا سيتا اللي هي 12 على 13، 12 على 13 ناقص ميم. انا بمشي هنا ميم اللي هي بكام؟ كتبنا تلتين في ر، فتحت قوس وحط قيمة ر 12 على 13 قاف زائد 60 في 5 على 13. واضح ان المقامات كلها 13 بضرب طرفي المعادله في 13 بضرب طرفي المعادله في 13. نخلي بالنا مع بعض، هنا اصبحت دي 5 قاف، يبقى همشي خطوه خطوه الطرف الايمن، يبقى هنا 5 قاف، 5 قاف، 5 قاف بتساوي. نخلي بالنا مع بعض، انا ضرب في 13 يعني راحت دي، راحت دي، راحت دي، راحت بتساوي 60 في 12، هنا 60 في 12، 60 في 12 ناقص تلتين في 12 قاف زائد 60 في 5 اهو، 5 قاف وبعدين 60 في 12 وبعدين تلتين في 12 قاف زائد 60 في 5. ماشي، واحد يقول لي طب يا مستر كده نفك الكلام ده. حاضر نفك الكلام ده، يبقى 5 قاف بتساوي 60 في 12 اللي هي 720 ناقص تلتين، طبعا دي على التلاتة هنا فيها الأربعة، على التلاتة فيها هنا إيه العشرين. هضرب الاتنين هنا سالب اتنين في أربعة بسالب تمانية قاف، تمام. وبعدين هضرب سالب اتنين في هنا في دي في هنا في مية اللي هي هتبقى سالب 200. نبص مع بعض، تمانية قاف هتروح هنا في الطرف ده بإشارة إيه هنا موجبة، يبقى 5 قاف زائد 8 قاف بتساوي هنا 720 ناقص 200، 720 ناقص 200 تمام. 5 و8 يبقى 13 قاف، 13 قاف بتساوي هنا طبعا 520
طبعا بتقبل القسمة على 13، يبقى قاف هنا بتساوي طبعا فيها الأربعة 40، هنا 40 نيوتن. نتأكد مع بعض كده. طبعا 4 في 3 ب 12، 2 مع 1، و4 في 1 ب 4 و1 5، يبقى واضح ان القوة ايه؟ 40 نيوتن. سؤال سهل جدا في الامتحان، بس ارسم المسألة صح وابدأ اطبق زي ما احنا شفنا وما نستعجلش. قلنا الامتحان في منتهى متناول التلميذ، اللي ذاكر مذاكرة مش عايز اقول اجهد نفسه، لا، اللي ذاكر مذاكرة هادية جدا وصل ان سهل جدا يجاوب السؤال ده. نشوف السؤال التاني وايه وضع السؤال التاني. السؤال التاني اللي جه في الامتحان برضو كان هنا طبعا كذا، ده كذا سؤال، يعني السؤال التالت اهو بيقول لي تؤثر، طبعا نشوف الاسئله مباشره، تؤثر القوه ق اللي هي 6 س ناقص 8 ص في نقطه الاصل، فان عزم ق حول النقطه هنا أ اللي هي 2 وسالب 5 يساوي. طبعا سؤال يعني الكل بيجاوبه، مفيش فيه غلط إلا اللي بيغلط في الإشارة. واضح أدي قوة ق اللي هي مقدارها 6 س ناقص 8 ص بتؤثر في نقطة الأصل، نقطة الأصل اللي هي واو اللي هي 0 و0. الغلطة هقول الغلطة فين؟ بيقول لي طبعا تؤثر القوة ق اللي هي 6 س ناقص 8 ص في نقطة الأصل، فإن عزم ق حول النقطة أ اللي هي 2 وسالب 5، وأدي أ أهي عبارة عن 2 وسالب 5. طبعا هنا بجيب العزوم حوالين أ مثلا أهي، يبقى العزوم حوالين أ زي ما اتفقنا زمان، العزوم حول أ ببدأ بأ، يبقى أ واو ضرب بقاف، ألف واو ضرب قاف. خلي بالك الغلطة كانت في ألف واو، ألف واو خلي بالك، ألف واو متجه ألف واو، يبقى المتجه واو ناقص المتجه ألف، المتجه واو صفر وصفر، صفر وصفر، ناقص المتجه ألف اللي هو 2 وسالب 5. طيب نخلي بالنا، يبقى هنا واضح هغير إشارة دول، هتبقى 2 سالب 2 و5. يبقى العزوم حوالين ألف، العزوم حوالين ألف، طبعا ببدأ أ واو متجه اللي هو سالب 2 و5 ضرب ق اللي هي 6 وسالب 8، وراجع الإشارات تاني عشان أنا ما أكونش غلطت، واضح إن القوة 6 وسالب 8. حاصل ضرب الطرفين، حاصل ضرب الطرفين سالب 2 في سالب 8 بتديني 16، ناقص حاصل ضرب الوسطين ناقص 30، كل ده متجهين. إشارة الأكبر هي الإشارة السالبة، 6 من 10 4 1 كده 14 متجهين. الغلطة هنا الناقص، يعني هنبص شوف الأجوبة اللي كاتبها لي إيه. هنا بيقول لي تؤثر النقطة ق اللي هي 6 س، تؤثر القوة ق اللي هي 6 س ناقص 8 ص في نقطة الأصل، فإن عزم القوة ق حول النقطة أ اللي هي 2 يساوي، هل 14 متجهين؟ هل سالب 14 متجهين؟ هل 52 متجهين؟ هل سالب 52 متجهين؟ واضح الإجابة هي ب اللي هي سالب 14 متجهين. طبعا اللي غلط هنا في ألف واو وراح على طول كاتبها هي المتجه ألف، هو ده اللي ضيعت معاه السؤال. وطبعا زي ما شفنا موجودة سالب 14 وموجودة 14، هو طبعا خد ألف فضاف منه النمرة بتاعت السؤال ده. نشوف السؤال الثالث والرابع ونشوف هنقول ازاي. السؤال بيقول لي ايه؟ اذا كانت القوة 3 س ناقص 2 ص وألف اللي هي سالب 1 و2 هنا، وعزم ق حول هنا حول أ هو العزوم حوالين أ بيساوي 9 متجهين، وعزم ق حول ب بيساوي 9 متجهين، فإن إحداثيات النقطة ب يمكن أن يمثلها جميع الأزواج المرتبة الآتية ما عدا تاني، مديني قوة ومديني نقطة أ، وعزم ق بالنسبة لنقطة أ، عزم ق بالنسبة لنقطة أ بيساوي 9 متجهين، وعزم ق بالنسبة لنقطة ب بيساوي 9 متجهين. يبقى خلي بالك هو في نقطة مهمة، يبقى العزوم حوالين أ، حوالين أ بتساوي العزوم حوالين ب بتساوي 9 متجهين. خلاص، يبقى هنا أطلع من هنا، إذا خط عمل القوة يوازي المتجه أ ب، أو يوازي اللي هو المستقيم أ ب. دي النقطة المهمة، لأن عندنا إحنا السؤال ده كل مرة بنأكد فيه، وكنا بنقول الآتي:
إذا كانت العزوم حوالين أ بتساوي صفر فإن خط عمل ق بيمر بالنقطة أ، إذا كانت العزوم حوالين أ بتساوي العزوم حوالين ب يبقى خط عمل ق يوازي القطعة المستقيمة أ ب. إذا كانت العزوم حوالين أ اللي هو ممكن يجيبها في الامتحان اللي هو الدور الثاني، وإذا كانت العزوم حوالين أ بتساوي سالب العزوم حوالين ب يبقى خط عمل ق بينصف القطعة المستقيمة أ ب. هما الثلاث أفكار. فطبعا هو هنا قال لي إن إيه العزوم حوالين أ بتساوي العزوم حوالين ب يبقى خط عمل ق بيوازي أ ب. طيب يعني يوازي أ ب يبقى هجيب ميل المتجه أ ب. طب ميل المتجه أ ب، طب أنا عندي هو مديني أ، مديني أ اللي هي سالب واحد واثنين، مديني أ اللي هي سالب واحد واثنين، ومديني ثلاث قيم لـ ب أهم هكتبهم قدامي اللي هي خمسة وسالب اثنين واثنين وصفر وسالب تمانية وأربعة وتمانية وسالب أربعة. هنجيب أ ب متجه، ميل أ ب، نجيب الأ ب متجه الأولاني، هناخد النقطة الأولى ودي يبقى المتجه ب ناقص المتجه أ. المتجه ب خمسة وسالب اتنين ناقص المتجه أ سالب واحد واتنين. خلاص يبقى خمسة سالب سالب واحد يبقى تديني ستة، وبعدين سالب اتنين وموجب هنا وسالب اتنين وسالب أربعة. جبنا أ ب، لو هنا نخلي دي ب واحد مثلا ودي ب اتنين ودي تلاتة ودي ب أربعة، يبقى أ ب واحد. هجيب أ ب اتنين برضو، هنا المتجه ب ناقص المتجه أ، المتجه ب اتنين وصفر ناقص المتجه أ اللي هي سالب واحد واتنين، اتنين سالب سالب واحد يعني بواحد واتنين يبقى بتلاتة، صفر سالب اتنين وسالب اتنين. خلاص دي أ ب اتنين، أ ب تلاتة ده المفروض اللي أنت بتعمله في الامتحان، يبقى ب ناقص المتجه أ ب بكام؟ بسالب 8 و4 ناقص المتجه أ اللي هو سالب 1 و2، سالب 8 موجب 1 بتديني 7، سالب 8 موجب 1 بسالب 7 اللي هي بتديني سالب 7، 4 سالب 2 بتديني 2. تمام، فاضل نقطة اللي هي أ ب 3، برضو المتجه ب اللي هو 8 المتجه خلاص اللي هي 8 وسالب 4 ناقص المتجه أ سالب 1 و2. نمشي مع بعض، هنا 8 ناقص ناقص 1 بكام؟ بتديني هنا 9، يبقى دي 9، وبعدين سالب 4 وسالب 2 بتديني سالب 6. خلي بالك معايا، بجيب ميل كل متجه، يبقى هنا هجيب ميل المتجه الأولاني ميم واحد، هبص الاقي دي ميم واحد اهو، ميم واحد بتساوي ايه؟ ميم واحد بتساوي صاد على سيني بس سالب اتنين على ستة، سالب اربعة على ستة اللي هي بتساوي سالب اتنين على تلاتة. كويس، وميم اتنين بتساوي سالب اتنين على تلاتة صاد على سين، وميم تلاتة بتساوي اتنين على سالب سبعة اللي هي اتنين على سالب سبعة، وميم أربعة بتساوي سالب ستة على على تسعة اللي هي برضو سالب اتنين على تلاتة. خلي بالك، دي سالب اتنين على تلاتة ودي سالب اتنين على تلاتة ودي سالب اتنين على تلاتة، يبقى الوحيدة المستبعدة اللي هي ميم تلاتة اللي هي النقطة سالب أربعة وتمانية. طب ليه دلوقتي أجيب ميل قاف؟ قاف كانت بكام يا مستر؟ هنا قاف كانت بتساوي هنا تلاتة س ناقص اتنين ايه صاد. طب انا عايز اجيب ميل القوة قاف، ميل قاف بيساوي هنا سالب اتنين على تلاتة، سالب اتنين على تلاتة. انا قلت بما ان العزوم حوالين أ بتساوي العزوم حوالين ب بيساوي 9، اذا خط عمل قاف يوازي أ ب. طب ميل قاف بكام يا مستر؟ بسالب اتنين على تلاتة، وميم واحد وميم اتنين وميم اربعة سالب اتنين على تلاتة، يبقى اذا النقطة ب، اذا ب هي عبارة المستبعدة، ب المستبعدة هي النقطة سالب 8 و4 اللي هي ايه؟ نشوف مع بعض، يبقى النقطة الأولى بتحقق، 5 وسالب 2 بتحقق، 2 و0 بتحقق، سالب 8 و4 ما بتحققش، يبقى هنا واضح ان ايه ج الايه المستبعدة، يبقى واضح بسود الدايرة بالقلم الرصاص. ده السؤال اللي كان فيه فكرة
في ناس برضو غلطت فيه، لكن احنا مشينا بهدوء وحلينا السؤال. نشوف سؤال تاني، بيقول لي اذا كانت قاف، طبعا احنا بقى هنبدأ نمشي اسئلتنا مع اسئلة الامتحان، يعني هيجيب العكس، لان هو اللي حط الامتحان الاولاني هو اللي حط الامتحان التاني، فتفكيره هيبقى ايه، جبت دي هنا ارد عليها بالتانية هنا. نبص مع بعض الفكرة ازاي. إذا كانت ق بتساوي 3 س ناقص 4 ص تؤثر في النقطة أ، وكانت ج 2 و3 ود سالب 2 1، اثبت إن خط عمل ق ينصف القطعة المستقيمة ج د. عشان أثبت إن خط عمل ق ينصف القطعة المستقيمة ب د، يبقى بجيب العزوم حوالين هنا ج، وأجيب العزوم حوالين د، هلاقي العزوم حوالين ج والعزوم حوالين د بيساوي عكس بعض في الإشارة. نشوف الكلام ده إزاي. أدي القوة ق أهي، طبعا انا برسم للتوضيح لكن انت ممكن تحل على طول. ادي القوة قاف، كانت كام قاف عندي؟ قاف كانت عبارة عن ايه؟ 3 س سالب 4 ص، 3 س سالب 4 ص بتأثر في النقطة أ، ودي النقطة أ، جبت العزوم حوالين نقطة ج، ادي هنا ج، نقطة ج اهي، ودي نقطة د. ج كانت عندي كام؟ ج مدهاني 2 و3، د مدهاني سالب 2 1، د مدهاني سالب 2 1. نبص مع بعض، هجيب العزوم حوالين ج واجيب العزوم حوالين د. خلاص نبص بقى هنا، نجيب العزوم حوالين ج، العزوم حوالين ج، هعمل ايه يا مستر؟ ببدأ بج، بقول هنا ج أ ضرب قاف، نجيب جيم ألف متجه، جيم ألف متجه، يبقى المتجه ألف ناقص المتجه جيم. المتجه ألف هو من النقطة ألف هنا، إذا كانت قاف كده بتأثر في النقطة صفر واتنين، صفر واتنين. دلوقتي هنا هبص ألاقي كده، نجرب مع بعض، النقطة ألف اللي هي صفر واتنين، وهقول حل تاني، ناقص المتجه جيم اللي هو اتنين وتلاتة. طبعا باجي صفر سالب 2 بسالب 2، و2 سالب 3 بتديني سالب 1. برضه هجيب بالمره اللي هو د أ، د أ يبقى المتجه أ ناقص المتجه د. المتجه أ كان هنا صفر و2 ناقص المتجه د اللي هو سالب 2 و1، صفر سالب سالب 2 بتديني 2، و2 ناقص 1 بتديني 1. خلاص العزوم حوالين ج، العزوم حول ج قلنا بتساوي ج أ متجه ضرب ق. ج أ ايه يا مستر؟ اهي سالب 2 وسالب 1 ضرب ق اللي هي 3 وسالب 4، حاصل ضرب الطرفين ب8 ناقص حاصل ضرب الوسطين يبقى زائد 3، كل ده متجه عين، يبقى دي بتساوي 11 متجه عين. هجيب العزوم حوالين د، العزوم حوالين د بقول د أ متجه ضرب ق، د أ متجه جبتها اهو 2 و1 ضرب ق اللي هي 3 وسالب 4، حاصل ضرب الطرفين بسالب 8، حاصل ضرب الوسطين ناقص حاصل ضرب الوسطين سالب 3 اللي هي متجه عين اللي هي بتساوي سالب 11 متجه عين. يبقى بما أن العزوم حول ج بتساوي سالب العزوم حوالين د، يبقى اذا خط عمل ق ينصف هنا ج د. واحد تاني بقى شاطر شويه ويقول لي يا مستر ما كانش كل ده ليه لازمه، احنا نجيب نقطه المنتصف بتاعه القطعه المستقيمه اللي هي ج د. اجيب احداثي نقطه المنتصف، بجمع الصادات واقسم على 2 بقت 0، بجمع الصادات واقسم على 2 بقت 0 و2. بما ان النقطة هنا 0 و2 هي منتصف القطعة المستقيمة هنا ب ج، اذا خط عمل ق بايه؟ بنصف القطعة المستقيمة ب ج. يبقى في حل تاني سهل، لكن الطلبة اتعودت على انها تمشي الخطوات اللي عملناها دي، وده كان سؤال برضو من ضمن الاسئلة المتوقعة بالنسبة لنا. هنشوف سؤال تاني ونشوف هنفكر فيه ازاي. السؤال التاني بيقول لي القوة ق اللي هي م س زائد 7 ص تؤثر في النقطة أ اللي هي 5 و3، وإذا كان متجه عزم هذه القوة حول النقطة ب 8 وسالب 1 بيساوي 11 متجه عين.
فأوجد قيمة الثابت ميم ثم أوجد طول العمود المرسوم من ب على خط عمل قاف. مسألة برضو من المسائل اللي هي مهمة عندي، برسم برضو عشان يعني الفكرة تبقى قدامك واضحة. ادي هنا ادي القوة قاف اللي هي ميم سين زائد 7 ص، دي تؤثر في النقطة 5 و3، ألف 5 و3. خلاص كل حاجة قدامك على الرسم كده. هنا بيقول لي القوة قاف اللي هي ميم و7، رجع الإشارات صح، تؤثر في النقطة ألف اللي هي 5 و3، وإذا كان متجه عزم القوة حوالين النقطة ب 8 و-1 بيساوي -11 عين. هو دي النقطة ايه 8 و-1. بعمل ايه يا مستر؟ بجيب العزوم حوالين ب. خلاص بالنسبة للعزوم حوالين ب حفظنا القاعدة، العزوم حوالين ب ببدأ بب، بقول ب ألف ضرب ق. هو اللي اداني العزوم حوالين ب، خلي بالك مدهاني ب11 متجهين، هاجي تحت دي واروح كاتب 11 متجهين. ب ألف هجيب المتجه ب ألف، المتجه ب ألف اللي هو ألف ناقص متجه ب. ألف بكام؟ ب5 و3 ناقص المتجه ب اللي هو 8 و-1. طيب نخلي بالنا 5 - 8 بتديني -3، 3 و1 4، أصبحت دي -3 و4 ضرب قاف اللي هي ميم و7، ميم و7 11 متجه عين، 11 متجه عين بتساوي حاصل ضرب الطرفين اللي هي -21 ناقص حاصل ضرب الوسطين يبقى -4 ميم، كل ده متجه عين، متجه عين دي مع متجه عين دي، يعني اذا 11 بتساوي -21 ناقص 4 ميم. هجيب ال4 ميم هتروح في الطرف الثاني بإشارة موجبة، 4 ميم بتروح هنا دي بإشارة سالبة -32. هقسم طرفي المعادلة على 4، إذا ميم بتساوي -32 على 4 بتديني -8، يبقى أصبحت المتجه قاف بيساوي ميم سين اللي هي -8 س زائد 7 ص. نشوف هو طلب إيه. بيقول لي هنا القوة اللي هي ميم سين زائد 7 ص تؤثر في النقطة ألف اللي هي 5 و3، وكان متجه عزم هذه القوة حول النقطة ب ب11 متجه عين، أوجد قيمة الثابت ميم جبناه، ثم أوجد طول العمود المرسوم من ب على خط عمل قاف. أول طول العمود المرسوم من ب على خط عمل قاف اللي هو عين بيساوي معيار العزم على معيار القوة. معيار العزم، العزم 11 معياره 11، باخد القيمة الموجبة على معيار القوة على الجذر التربيعي، مربع -8 ب64 مربع السبعة ب49، يعني تبقى 11 على الجذر التربيعي 4 و9 13، 1 و6 7 11، ولا 113. واحد يقول لي اضرب فوق وتحت في جذر 113، مش مشكلة لو كتبت كده تاخد الدرجة النهائية. هو طلب ايه؟ ثم اوجد العمود المرسوم من ب على خط عمل قاف، ما طلبش اكتر من كده، مسألتي كده سهلة وشفنا المسألة بتاعتي دي. نشوف مسألة تانية ونشوف هنفكر فيها دي. مسألة بتقول لي أثرت قوة في مستوى المثلث أ ب ج، فإذا كان العزوم حوالين ب حوالين أ بتساوي العزوم حوالين ب بتساوي 60، والعزوم حوالين ج بتساوي -60، أوجد ق وعين مقدارها إذا كانت أ ب3 و2 وب ب1 و-4 وج ب0 و1. هكتب النقط قدامي وهفكر في المسألة معاك إزاي كده. أ كانت 3 و2 وب كانت 1 و-4 وجيم كانت -1 و0. تاني أثرت قوة في مستوى المثلث ما عرفش فين، بحيث كان هنا العزوم حوالين أ بيساوي العزوم حوالين ب بيساوي 60 عين، والعزوم حوالين ج بيساوي -60 عين، أوجد ق وعين مقدارها إذا كانت أ كسر. طيب اقسم المثلث بتاعي وهبدا افكر. ادي المثلث بتاعي اهو، وكتبت الف، كتبت ب، كتبت ج، لكن هو اداني حتت مهمه بكتبها قدامي برضو. قال لي العزوم
حول ألف بتساوي العزوم حوالين ب بتساوي إيه؟ 60 متجه عين، والعزوم حوالين ج بتساوي سالب 60 متجه. أعزائي الطلبة، فاصل قصير ونرجع نستكمل مع بعض الأفكار المهمة اللي هي متوقعة في امتحان الدور الثاني، والطلبة اللي هم بتوع ثانوية عامة جداد ممكن يتفرجوا معانا ويستفيدوا من السؤال بتاعنا. بعد الفاصل نرجع تاني نستكمل مع بعض. أهلا الطلبة، أهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم مدرسة على الهوا على قناة مصر التعليمية، القناة المتميزة في كل توقعاتها. طبعا لو بتتابع القناة بالنسبة للطلبة الجداد ثق تماما إنك أنت سهل جدا بتحصل على 100% بوجه عام في كل الفروع، يعني مش بنتكلم بالنسبة للرياضة، لأن هنا في مدرسين متخصصين عارفين النقط الصح اللي هي المفروض أنت تتماشى معاها، وتقدر تتواصل معانا عن طريق برضو التليفون لأي مشكلة عندك بنحلها لك. نبص مع بعض السؤال ده تاني ونرجع نحله تاني. السؤال بيقول لي هنا أثرت قوة ق في مستوى المثلث أ ب ج، حيث عزوم حوالين أ بيساوي العزوم حوالين ب بيساوي 60. كتبتها قدامي، العزوم حوالين أ بيساوي العزوم حوالين ب بيساوي 60، والعزوم حوالين ج بيساوي سالب 60 متجه عين، ومديني النقط رؤوس المثلث 3 و2، 3 و2، وبعدين 1 و3 4 وسالب 1 و0. هنا النقطة المهمة اللي أنا عمال أعيد وأزيد فيها، بما أن العزوم حوالين أ بتساوي العزوم حوالين ب، يبقى خط عمل ق بيوازي أ ب. أول حاجة خط عمل ق يوازي أ ب، لكن فين؟ مش عارف، ممكن يكون بره، يكون هنا، يكون هنا. دي النقطة التانية. لكن هلاقي العزوم حوالين أ بيساوي 60، والعزوم حوالين ب بسالب 60، يبقى إذا ضروري بينصف القطعة المستقيمة أ ب. يبقى هنا أهو، وبالتالي بنصف القطعة المستقيمة ب ج. يبقى هنا واضح القوة بتأثر هنا اهي. ادي القوة. طبعا العزوم حوالين أ بتساوي 60، يبقى واضح الدوران هنا ضد حركة عقارب الساعة اهو كده. يبقى ادي القوة ق. القوة ق هقول ان ق دي عبارة عن ايه؟ بتساوي لام س، لان هو مش مدهاني، زائد ميم ص. خلاص. نيجي نبص مع بعض كده. طب ميل القوة ق بيساوي ايه يا مستر؟ ميل هنا ق بيساوي ص على س، يعني بيساوي م على ل. دي نقطة مهمة. كويس. هنجيب العزوم حوالين أ. طب خلي بالك دلوقتي أنا ممكن أعين نقطة التقاطع دي، لأنها بتنصف القطعة المستقيمة أ ج. يبقى هجيب إحداثي منتصف أ ج. عندي أ بتلاتة واتنين، وعندي ج اللي هي سالب 1 و0. جبت الكلام ده منين يا مستر؟ بما ان العزوم حوالين أ بيساوي سالب العزوم حوالين ج، يبقى اذا القوة بتنصف القطعة المستقيمة أ ج. طب من احداث المنتصف ولتكن دي نقطة د، يبقى د بتساوي بجمع السينات واقسمها على 2، 3 سالب 1 ب2 على 2 بتديني 1، 2 زائد 0 ب2 على 2 ب1. يبقى واضح ان د ب1 و1. خلي بالك معايا، انا بقول هجيب العزوم حوالين أ مداني ب60، يبقى العزوم حوالين أ، يبقى هجيب أ د متجه، أ د متجه، يبقى المتجه د ناقص المتجه أ. المتجه د انا كاتبها 1 و1 ناقص المتجه أ اهو قدامي 3 و2، عشان كده كاتب حاجة قدامي عشان مش كل شوية اقلب ورقة البوكليت وازغل. 1 سالب 3 بتديني سالب 2، و1 ناقص 2 بتديني سالب 1. تاني يبقى جبت احداثي نقطة المنتصف، لان واحد يقول لي طب ما ممكن اجيب احداثي منتصف به جيم. ممكن اجيب احداثي منتصف به جيم، ما فيهاش مشكلة بالنسبة لي. وهجيب الف العزوم حوالين الف، يبقى الف ده المتجه ضرب قاف. نمشي مع بعض. العزوم حوالين الف بايه يا مستر؟ بس هي العزوم حوالين الف، العزوم حوالين الف هتساوي الف ده المتجه ضرب قاف. كويس. العزوم حوالين الألف ب60 متجه عين، يبقى هكتب قدامي 60 متجه عين. 60 متجه عين بتساوي
هنا ألف دال، أنا جبت ألف دال يا مستر سالب 2 وسالب 1، هروح كاتب دي سالب 2 وسالب 1 ضرب قاف، قاف بإيه كنت فارضها؟ لام وميم، يبقى هنا ضرب لام وميم. برضو 60 متجه عين، 60 متجه عين بتساوي حاصل ضرب الطرفين ناقص حاصل ضرب الوسطين، يبقى واضح إنها بتساوي اللي هو سالب ميم سالب 2 ميم حاصل ضرب الطرفين زائد لام متجه عين. هنا نخلي بالنا برضو هنا دي استفيد منها، يبقى هشيل العين مع العين، يبقى الستين بتساوي سالب 2 ميم زائد لام. دي معادلة تعتبر بالنسبة لي نمرة واحد. لكن انت كنت بتقول ان خط عمل قاف يوازي الف ب، طب ما انا ممكن اجيب ميل الف ب وميل الف ب بيساوي ميل قاف. طب ميل الف ب انا عندي الف وب، هنجيب ادي الف كانت عبارة عن 3 و 2 وب كانت هنا 1 وسالب 4. طب نجيب ميل ألف ب أو أجيب المتجه ألف ب، مش هتعب نفسي، يبقى المتجه ب ناقص المتجه ألف، المتجه ب بواحد وسالب 4، المتجه ألف 3 و 2، طبعا هنا 1 سالب سالب 1 سالب 3 اللي هي بتديني سالب 2، وسالب 4 ناقص 2 بسالب 6، تمام اهو 1 سالب 3 بسالب 2 سالب 4 وسالب 2 سالب 6. طب ميل ألف ب يا مستر، ميل ألف ب بيساوي ص على س بتساوي سالب 6 على سالب 2 اللي هي بتساوي 3. واحد يقول لي طب ما انا لو جبت المتجه ب ألف، ما هو ميل المتجه ب ألف هو ميل المتجه ألف ب، الميل مش هيتغير. طب انا جبت قبل كده ميل قاف، خلي بالك جبت ميل قاف بكام؟ بميم على لام، وهنا ميل قاف بتساوي ميم على لام، يبقى ده بيساوي ده يا مستر، يبقى هنا ميم على لام بتساوي 3، يبقى اذا ميم بتساوي 3 لام، حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. طب ارجع بقى الواحد من واحد 60 بتساوي سالب 2 ميم، يبقى سالب 2 في 3 بسالب 6 لام، سالب 2 في 3 بسالب 6 لام زائد لام، يبقى اذا ال 60 بتساوي سالب 5 لام. طب انا عايز اجيب لام، يبقى لام بتساوي 60 على سالب 5، يبقى لام بتساوي 60 على سالب 5 اللي هي بتساوي سالب 12. طب ما احنا عندنا علاقه بين ميم ولام، ميم بتساوي 3 لام وميم بتساوي 3 لام اللي هي بتساوي 3 في سالب 12 اللي هي بتساوي سالب 36. لكن احنا فرضين قاف ايه يا مستر؟ فرضنا قاف اللي هي عبارة عن لام س زائد ميم ص، يبقى متجه قاف كان بيساوي لام س زائد ميم ص. طيب ما انا عندي لام بكام؟ لام بسالب 12، يبقى هنا سالب 12 س وبعدين سالب 36 ص. نكمل مسألتنا ونشوف هو عايز ايه. يبقى دي النقطة المهمة، وكانت مسألة مهمة جدا جدا، ممكن تكون متوقعة برضو في الامتحان. نشوف مع بعض هو كان طالب ايه في السؤال. كان بيقول لي أثرت القوة ق في مساوي المثلث ألف ب ج، بحيث العزوم حوالين ألف بيساوي العزوم حوالين ب بيساوي 60 متجه عين، والعزوم حوالين ج بيساوي سالب 60 متجه عين، اوجد قاف. تمام، يبقى انا كده صح جبت قاف، قاف اهي بسالب 12 متجه س سالب 36 متجه قاف، وعين مقدارها. مقدارها يعني معيارها، يبقى هنا مقدار معيار قاف، معيار قاف بيساوي الجذر التربيعي لسالب 12 تربيع، يعني 12 سالب 12 تربيع زي 12 تربيع، وبعدين خلي بالك زائد هنا معيار سالب 36. واحد يقول لي ممكن اكتبها 12 في 3 الكل تربيع، ما هي ب 36. هنطلع 12 تربيع مشترك، هتطلع بره 12 في الجذر التربيع، انا طلعت 12 تربيع مشترك بقى هنا 1 زائد 3 تربيع اللي هي ب 9، يبقى واضح 12 جذر 10، ودي معيار قاف اللي هي يعني. مسألة مهمة وممكن تكون دي مسألة الامتحان، واحنا قلنا بناخد الفكرة ونجيب زيها الفكرة التانية. نشوف سؤال تاني ونشوف هنحله ازاي.
السؤال الثاني بيقول لي تؤثر القوة قاف في النقطة ألف سالب 3 و2، فإذا كان عزم قاف حول كل من النقطتين ب و ج بيساوي 28 متجه عين، اوجد قاف. برضو ممكن دي تكون مسألة الامتحان، نعمل كده. قاف بتأثر فيه ليه؟ ارسم عشان تبقى عارف نقطة التأثير قدامك واضحة. قاف معرفهاش، اللي هي كده هنا هفرضها لام سين زائد ميم صاد، بتأثر في النقطة ألف، ألف اللي هي سالب 3 و2، تؤثر القوة قاف في النقطة ألف سالب 3 و2، وراجع الإشارات سالب 3 و2 عشان في الإشارة يقلبها. أنا ممكن أتسرع وأكتب غلط، فإذا كان عزم قاف حول كل من نقطتين ألف اللي هي ب اللي هي 3 و1، أدي نقطة ب 3 و1، ونقطة ج اللي هي سالب 1 و4، وج اللي هي سالب 1 و4. جبنا العزوم من ب، والعزوم حوالين دي. نخلي بالنا بقى، هو مديني وكان العزوم حول كل من نقطتين الف ب و ج بيساوي 28، يعني ده 28 و8، يبقى هجيب العزوم حوالين ب. طب بجيب ب من الف متجه، ب الف متجه، يبقى المتجه الف ناقص المتجه ب، المتجه الف بكام؟ بسالب 3 و2 ناقص المتجه ب 3 و1. سالب 3 وسالب 3 بتديني سالب 6، و2 وسالب 1 بتديني 1. يبقى هنا هنا بجيب العزوم حوالين ب، ب أ يبقى أ ناقص ب، أ بكام؟ بسالب 3 و2، ب بكام؟ ب 3 و1، أدي سالب 3 وسالب 3 بسالب 6، 2 ناقص 1 ب1، تمام. هنجيب ج أ متجه، ج أ متجه بيساوي المتجه أ ناقص المتجه ج، المتجه أ اللي هو كام؟ سالب 3 و2 ناقص المتجه ج اللي هو سالب 1 و4. خلي بالنا برضه هنا سالب 3 زائد 1 يعني بسالب 2، و2 سالب 4 بسالب 2، يبقى هنا ادي ناقص اصلت بقى دي موجب 1، من سالب 3 بسالب 2، 2 وهنا ناقص 4 بسالب 2. العزوم حوالين ب، العزوم حوالين ب بتساوي ب أ ضرب ق. ب أ بكام يا مستر؟ ب أ احنا كاتبينها اهو، سالب 6 و1 ضرب قاف اللي هي لام وميم، لام وميم، كل دول قيمتهم 28 متجه عين، 28 متجه عين، يبقى 28 متجه عين بيساوي حاصل ضرب الطرفين اللي هو سالب 6 ميم سالب لام متجه عين. المتجه عين مع المتجه عين يبقى سالب 6 ميم ناقص لام بيساوي 28، ودي المعادلة رقم 1. هنجيب العزوم حوالين ج، العزوم حوالين ج، العزوم حوالين ج بتساوي ج أ متجه ضرب ق، ج أ العزوم حوالين ج برضو 28 متجه عين، ج أ ج أ أهو جبناها، ج أ متجه سالب 2 وسالب 2 اللي هو سالب 2 وسالب 2 ضرب ق اللي هو لام وميم. احنا كاتبين قاف اهو في الاول خالص، لام والزوج المرتب هي طبعا هنا لام س بدلاله متجهي الواحده، لام س زائد ميم ص، لكن كزوج مرتب لام وميم. بنفس الطريقه 28 متجه عين حاصل ضرب الطرفين سالب 2 ميم زائد 2 لام، ليه حاصل ضرب الطرفين؟ ناقص حاصل ضرب الوسطين متجه عين، متجه عين مع متجه عين أصبحت 28 بتساوي سالب 2 ميم زائد 2 لام، دي معادلة رقم 2. طب نشوف بس المعادلة الأولى كام وبعدين نظبط. المعادلة الأولى أهي كانت هنا سالب 6 ميم سالب لام، سالب 6 ميم وبعدين سالب لام كانت برضو بتساوي 28، ودي المعادلة رقم 1 أهي. السالب 6 ميم سالب لام بتساوي 28. بص معايا هنطير حاجه، واحد يقول لي اضرب المعادله الثانيه في 2 واجمع، لو ضربنا في 2 وجمعنا خلاص طارت اللام، هنا هضرب دي في 2 بقت 56 بتساوي، بضرب في 2 بقت سالب 12 ميم سالب 2 لام،
خلاص بجمع اتنين وتلاتة، بجمع اتنين وتلاتة، خلي بالك ادي هنا 56 و28، يعني 3 في 28 عشان ما نروحش بعيد، بتساوي السالب 2 نام، هتروح مع 2 نام، ادي سالب 2 ميم وسالب، يبقى سالب 14. سالب 14 ميم على 14 فيها الواحد، على 14 فيها الاثنين، يبقى خلي بالك اذا الميم بتساوي سالب 6، لان سالب ميم ب6، يبقى الميم بسالب 6. طب احنا عايزين نجيب ايه لام؟ اعوض في اي واحده، هعوض في ايه؟ واحد من واحد، خلي بالك ادي 28 بتساوي الميم بسالب 6، هنا انا بضرب بعوض هنا، سالب في سالب بموجب، يبقى 36. 36 ناقص لام، هودي اللام في الطرف الايمن، يبقى اذا لام بتساوي 36 ناقص 28. 8 من 16 8، يبقى دي واضح انها فيها التمانية، يبقى تاني مع بعض 8 و8 16، 1 و2 3 36، يبقى اصبحت قاف بكام؟ يبقى متجه القوة قاف، كنا بنقول لام سين، يبقى 8 سين زائد هنا ميم صاد، ميم بسالب 6، سالب 6 متجه صاد، يبقى جبنا القوة قاف. طب نشوف هو قال ايه في المسألة، ولا طالب مطلوب تاني، وده الحتة المهمة. هنا كان في السؤال تصل القوة ق في النقطة أ سالب 3 أو 2، فإذا كان عزم ق حول كل من النقطتين ب و ج يساوي 28، أوجد قيمة، أوجد ق، يبقى أنا جبت له ق أهي 8 س ناقص 6 ص. لو طلب معيار ق، يبقى لو طلب معيار ق، يبقى معيار ق بيساوي الجذر التربيعي 8 تربيع ب 64 و 6 تربيع ب 36، 100 جذرها يبقى 10 اللي هي ق، لو طلب المعيار. ده السؤال برضو من الأسئلة المهمة. نبدأ نشوف برضو أسئلة تانية. السؤال الثاني بيقول لي إذا كانت القوتان قف واحد اللي هي 6 س زائد ناقص أ ص، وقف اتنين اللي هي ب س زائد 8 ص، يكونان ازدواجي. نكتبهم قدامنا. إن قف واحد كانت 6 س ناقص أ ص، وقف اتنين بتساوي ب س زائد 8 ص. يا مستر دول بيكونوا ازدواجي. يبقى ان القوتان، انا بفكرك بس، تكونان ازدواجا. اذا متجه المحصله بيساوي المتجه الصفر، يعني اذا متجه المحصله اللي هو معناه متجه قاف واحد زائد متجه قاف اتنين. انا ممكن اكتب الحل على طول، بس انا بمشيك عشان انت تمشي تحل زي كده، لكن عمليه الاستعجال هتضيعك. متجه المحصلة بيساوي المتجه الصفري، قف واحد اللي هي الستة، هكتبها زوج مرتب اللي هي ستة وسالب ألف، قف اتنين زائد هنا ب وتمانية، مجمع هتبقى ستة زائد ب وزائد وهنا طبعا و، طبعا هنا سالب ألف زائد تمانية، طبعا بيساوي متجه صفر، يعني صفر وصفر، يعني الزوج الاولاني المسقط الاولاني بيساوي المسقط الاول، 6 زائد ب بيساوي صفر، اذا ب بتساوي سالب 6، وسالب أ زائد 8 بتساوي صفر، يبقى اذا أ بتساوي 8. هو طلب مني ايه؟ طلب مني هنا اذا كانت القوتان قف واحد 6 س ناقص أ ص، وقف 2 اللي هي ب س زائد 8 ص، يكونان ازدواجا، فإن 3 أ زائد 4 ب بتساوي، يعني هو عايز قيمة 3 أ زائد 4 ب. 3 أ 3 في 8، 3 في 8 ب 24، ناقص 4 ب، ناقص 4 في سالب 6 بسالب هنا 3 في 8 قلت 24، 24، وبعدين عندي هنا ادي زائد 4 في 6 بسالب 24، يبقى الاجابه بتاعتي اللي هي بتساوي ايه؟ صفر. يعني ضروري الاجابه صفر تبقى. ده سؤال امتحان سهل جدا. طب نبص كده مع بعض يا مستر. طبعا فان 3 ا زائد 4 بتساوي سالب 24، صفر، 24، 48، واضح الاجابه بتاعتي ب. طبعا سؤال هديه في الامتحان، يبقى الاجابه بتاعتي اللي هي الاجابه ب. نشوف سؤال تاني ونشوف هنحل ازاي.
السؤال الثاني كان بيقول لي إذا كان عزم القوة 2 س زائد 3 ص ناقص متبعين حول نقطة الأصل هو العزوم سالب 5 س زائد 3 ص ناقص عين، وإذا كان خط عمل القوة يمر بالنقطة م و2 ونون، أوجد قيمة كل م ونون، وكذلك أوجد طول العمود المرسوم من نقطة الأصل على خط عمل القوة. خلي بالك هنا مديني ايه، دي ثلاثيه بقى، هنا متجهات س وص وع، يعني انا مديني القوه، متجه القوه عباره عن 2 س زائد 3 ص ناقص متجه ع حول نقطه الاصل. عزم القوه دي حول نقطه الاصل، يبقى العزوم حوالين واو. خلي بالك معايا، يبقى ببدا بواو كده، بدات بيها واو، يبقى كده مديني العزوم حوالين واو اللي هي بتساوي سالب 5 س، يعني هنا والعزوم حول واو بتساوي سالب 5 س زائد 3 ص سالب ع. خلاص، وكان خط عمل القوة يمر بالنقطة اللي هي هنسمي دي مثلا أ اللي هي م و2 و3، يبقى العزوم كده واو أ ضرب ق، وألف عندي اللي هي ميم واتنين ونون. أوجد قيمة كل الميم ونون، وكذلك طول العمود المرسوم من نقطة الأصل. كل المسألة دي كنا بنحفظها لكم في الامتحان وجت في الامتحانات. هجيب واو ألف متجه، واو ألف متجه يعني المتجه ألف. خلي بالك هو في الأول خالص جاب لك إيه، ألف واو متجه، لكن المرة دي جاب لك واو ألف متجه. واو ألف متجه يعني المتجه ألف، يعني ممكن أقول دي العزوم حوالين واو، يبقى بتساوي المتجه أ ضرب ق. يبقى هنا هعمل ايه، المحدد بتاعي، وانا حافظ المحدد بتاعي اهو اللي هو س ص ع. النقطة أ اهي اللي هي م 2 ن، بعد كده ق اللي هي 2 3 سالب 1. نفك بقى الكلام ده، بشطب الصف والعمود اللي فيه السين، شطبت الصف والعمود اللي فيه السين، هضرب دي في دي، 2 في سالب 1 بسالب 2 سالب 3 ن متجه س. الإشارة هنا موجبة سالبة، موجب سالب موجب. بعد كده بعمل إيه، باخد الصاد، بشطب الصف والعمود اللي فيه الصاد، سالب م، خلي بالك معايا، سالب 2 متجه ص. بعد كده باخد العين زائد، بشطب الصف والعمود اللي فيه العين، 3 م ناقص 4 متجه ع. هأثر بالناقص هنا، يبقى واضح ان هنا دي سالب 2 ناقص 3 ن متجه س، وبعدين دي بقت زائد، وجوه م زائد 2 ن متجه ص زائد 3 م ناقص 4 متجه ع. خلي بالك معايا هو مديني ايه، مديني جيم. هاجي تحت دي، اهي دي جيم واو اللي انا جبتها، وادي جيم واو اللي هو مدهاني، بتساوي هكتب كل حاجه تحتها، سالب 5 س زائد 3 ص سالب ع. هقارن دي بتساوي دي، نكتبها مع بعض كده، سالب 2 ناقص 3 ن بتساوي سالب 5. نمشي خطوة خطوة، هودي السالب 2 في الطرف الأيسر بتغيير الإشارة، يبقى سالب، إذا سالب 3 ن سالب 5 موجب 2 بتدي سالب 3، إذا النون بواحد، يبقى جبنا النون. ناخد التانية، م زائد 2 ن بتساوي كام يا مستر؟ م زائد 2 الإشارة دي موجبة ودي موجبة، موجبة وموجبة، ميم زائد 2 نون بتساوي 3، بتساوي 3. طب ما انا جبت الميم النون بواحد، يبقى اذا ميم زائد 2 بتساوي 3، هودي الاثنين في الطرف الثاني، يبقى اذا ميم بتساوي 1. هو طلب ايه؟ نرجع للسؤال بتاعنا ونشوف هو طلب ايه. سؤال امتحانات سهل جدا جدا الامتحان. اذا كان عزم ق حول نقطة الاصل هو سالب 5 س زائد 3 ص سالب ع، واذا كان خط عمل القوه يمر بالنقطه م و2 ونون، اوجد قيمه م ونون. جبنا قيمه م ونون، هي كده م ونون،
وكذلك أوجد طول العمود المرسوم من نقطة الأصل على خط عمل قائم، يبقى طول العمود اللي هو لام بيساوي معيار العلوم حول واو على معيار القوة. معيار العزوم حوالين واو، العزوم حوالين واو هو كان مدهاني أهو كده سالب 5 و3 وسالب 1، يعني بتساوي شرطة كسر الجذر التربيعي، أما ربع السالب 5 تبقى 25، أما ربع التلاتة تبقى بتسعة، أما ربع السالب 1 تبقى بواحد، على معيار القوة. معيار القوة، القوة كانت الأول أكتبها قدامي قاف، أنا جبت هنا اللي هي كان القاف اللي هي كانت بتساوي 2 سين زائد 3 صاد سالب عين. خلي بالك معيار دي يبقى على الجذر التربيعي مربع الاتنين 4، مربع التلاتة 9، مربع الواحد سالب 1 بواحد. هنا طبعا 10 و25 بجذر 35، ممكن احطهم تحت جذر واحد جذر 35. 10 14، واحد يقول لي ما ممكن اقسم فوق على 7 وتحت على 7، فوق على 7 تديني 5، تحت على 7 بتديني 2، يبقى جذر 5 على 7. واحد يقول لي ممكن اضرب فوق وتحت في جذر ايه 2، اما اضرب فوق في جذر 2 بقت جذر 10، وجذر 2 في جذر 2 ب2 يبقى نص جذر 10، يبقى جبنا طول العمود. بس في نقطة مهمة جدا انا عايز اقولها، انا جبت ميم ونون وعايز اتأكد ان انا طلعت ميم ونون صح ولا غلط، اجي احط هنا اعوض عن قيمة ايه الميم بواحد، 3 ناقص 4 بسالب 1، يبقى انا بحل صح اهي، هنا سالب 1. يعني بعد ما جبت ميم ونون عوضت في اخر هنا في المعامل عين، طلعت فعلا اما حطيت الميم بواحد 3 سالب 4 بسالب 1، يبقى فعلا انا مشيت خطواتي صح وحليت مسألتي صح، ودي نقطة مهمة. نشوف سؤال تاني ونشوف هنحله ازاي. السؤال التاني برضو كان أسئلة سهلة جدا، امتحان سهل وجميل ما فيهوش مشاكل. بيقول لي إذا كانت قاف واحد بتوازي اتنين وكانت المحصلة ح، حيث قاف واحد بتسعة سين زائد ناقص 12 ص، يبقى نكتب قدامنا قاف واحد بيساوي 9 سين سالب 12 ص، وهنا وح بتساوي سالب 2 قاف 2، ومتجه المحصلة بيساوي سالب 2 قاف 2. نقرا بقى مع بعض. كانت قاف واحد بتساوي قاف 2، وكانت محصلة القوتين ح هي محصلتهم ح، بحيث قاف واحد 9 س ناقص 12 ص، كتبت مراعاة الإشارات، وح بتساوي سالب 2 قاف 2، أوجد قاف 2، فإن قاف 2 بيساوي، يعني عندي بما أن المتجه المحصلة بيساوي متجه قاف واحد زائد متجه قاف اتنين. لكن هو مديني متجه المحصلة بسالب اتنين قاف اتنين، باجي تحت دي بكتب سالب اتنين قاف اتنين بتساوي قاف واحد، عندي قاف واحد اللي هي 9 س سالب 12 ص زائد قاف اتنين، هودي قاف اتنين من الطرف الأيسر للطرف الأيمن بتغيير الإشارة، هتبقى هنا بسالب، يبقى سالب 3 قاف 2 بتساوي 9 س سالب 12 ص. طب هو عايز قاف 2، يبقى قاف 2 هقسم طرفي المعادلة على سالب 3، اما اقسم على سالب 3 بقى دي سالب 3 س، اما اقسم دي على سالب 3 بتديني زائد 4 متجه ص، يبقى جبنا قاف 2. يبقى الإجابة دي المفروض ألاقيها، لو ما لقيتهاش أراجع حل تاني وأمشي مع بعض. الأجوبة بتاعتي كانت سالب 9 س زائد 12 ص ما سمعتهاش، سالب 18 س زائد 24 ص ما شفتهاش، 3 س سالب 4 ص، نبص كده لا مش هي، آخر إجابة سالب 3 س زائد 4 ص، يبقى الإجابة بتاعتي د. خلي بالك أي غلطة إشارة ضيعت المسألة، طبعا هنا الإجابة بتاعتي د، لأن في طالب ما خدش باله أما جه قسم، ممكن قسم على 3 فهيبقى يقول لي هنا لو قسمت على 3 على 3 وسالب 4 هتطلع الاجابه ج، وده غلط. الاجابه بتاعتي د، وسؤال برضه هديه في الامتحان، يعني الامتحان كله هديه، عشان كده كان كل 99% او 99% من الطلبه قفلت درجه الايه الاستاتيكا اللي هي بتاعتنا. نشوف السؤال تاني. هنا بيقول لي قوتان متوازيتان أصغرهما 30 داين وتؤثر في النقطة ألف،
من قضيب خفيف ألف ب، والكبرى تؤثر في النقطة الصغيرة بتأثر في ألف والكبرى وتؤثر في الطرف الآخر ب، فإذا كان مقدار محصلتهم 10 داين ويبعد خط عملها عن الطرف ب بمقدار 90 فإن طول القضيب كذا. نرسم مسألتنا ونشوف تاني. أدي هنا أدي ألف ب، ده ألف وأدي ب، في قوة بتأثر في ألف مقدارها 30 داين، 30 هنا بتأثر في الطرف ألف تاني، قوتان متوازيتان أصغرهما مقدارها 30، يعني دي صغيرة وتؤثر في الطرف ألف من القضيب خفيف ب، والكبرى تؤثر في الطرف ب، الكبيرة بتأثر في ب، فإذا كان مقدار محصلتهم 10 نيوتن، خلي بالك إن مقدار المحصلة أقل من القوة، يبقى المحصلة هتكون في اتجاه القوة الكبرى، يبقى واضح إن القوة الكبيرة أهي، يبقى المحصلة بتاعتهم دي معرفهاش ولتكن دي قاف، المحصلة بتاعتهم هنا بتنتمي للشعاع أ ب ولا تنتمي للقطع المستقيمة أ ب، أهي محصلة القوة في اتجاه القوة الكبرى بتأثر هنا، مقدار المحصلة كان هنا 10 داين، 10 والكبرى تؤثر في الطرف الآخر ب، فإذا كان مقدار محصلتهم 10 داين ويبعد خط عملها عن الطرف ب 90 سنتيمتر، يبقى المسافة دي 90 سنتيمتر ولتكن دي نقطة ج. فوج الطول القضيب اللي هو عندي عايزين نجيب طول أ ب، ماشي نبدأ مع بعض. سهل جدا اجيب القوة، طبعا واضح ان ق اكبر من 30، يبقى ق ناقص 30 بتساوي 10، يبقى اذا ق بتساوي 40، طبعا هو مش طالبها بس انا ايه ببينها لك، لكن هتفيدني في الحل. فانا كنت بضرب القوة في بعدها عن خط عمل المحصلة، القوة في بعدها عن خط عمل المحصلة القوة الصغرى بتساوي القوة الكبرى في بعدها عن خط عمل المحصلة. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني ان التلاتين مضروبة في الف ب زائد 90 بتساوي قاف اللي طلعتها 40 في 90، يبقى القوة صغيرة في بعدها عن خط عمل المحصلة عبارة عن الف ب زائد ب ج، الف ب زائد 90، القوة الكبرى اللي هي قاف طلعتها انا 40 في بعدها عن خط عمل المحصلة اللي هو 90. واحد يقول لي نقسم طرفي المعادلة على 10، مش هزعلك، على 10 على 10، واقسم على 3 بالمرة، على 3 راحت، على 3 فيها ال 30. طيب يبقى أ ب زائد 90 بتساوي 4 في 30 ب 120، طب أنا عايز أ ب، يبقى أ ب بتساوي 120 ناقص 90 بتساوي 30، الطول سنتيمتر، يبقى 30 سنتيمتر. مسألة برضو من مسائل الامتحانات السهلة، هنا بيقول لي فوج طول القضيب أ ب، يبقى أ ب بيساوي 30 سنتيمتر، يبقى 30 سنتيمتر اللي هي المسألة دي. نشوف سؤال تاني ونشوف سؤال. السؤال التاني بيقول لي في الشكل المقابل إذا كانت جميع القوى متوازية وعمودية على أ ب، كل القوى دي متوازية وعمودية على أ ب، وكانت محصلة هذه القوة ح بتساوي 300 ضاي نيوتن وتعمل رأسيا، فإن قيمة ق بتساوي، هو عايز قيمة ق، فارسمها طبعا عشان تبان أكتر. هنا ده عبارة عن أ ب، أ ب هنا أ ج 2 متر، يبقى ده 2 متر كده، وفي قوة ق هنا لتحت، هنا في 200 لفوق، وبعدين هنا في 1 متر، هنا المحصلة، المحصلة ب 300، دي 2 متر، دي 1 متر، وبعدين في 2 متر، 2 متر، وهنا كاف، وهنا 2 متر، وهنا 100، ودي بيه، ودي عبارة عن جيم، ودي دال، ودي هي.
اسمعي المسألة تاني. إذا كانت جميع القوى متوازية وعمودية على قالب B، وكانت محصلة هذه القوة 300 نيوتن وتعمل رأسين أعلى، فإن قيمة قاف. طبعا هو عندي مجهولين، عندي قاف وكاف، يبقى أنا مش عايز، هو طلب قيمة قاف وليست قيمة كاف، يبقى واضح إن هجيب العزوم إجباريا حوالين هي. يبقى العزوم حول هي بتساوي عزم المحصلة حول هي، لأنه مش عايز كاف أجيبها ليه؟ واحد يقول لي هجمع دول وأساويهم بحه وأجيب معادلتين، لا أنا هجيب إجباريا العزوم حوالين هي. نجيب العزوم حوالين هي، أول حاجة بتقابلني اللي هي الـ200. أولا الدوران كده ضد حركة عقارب الساعة، يعني كده دوران موجب عكسه دوران سالب. إشارة الـ200 طبعا بتلف هنا بدوران موجب في بعدها عن ه، ادي 2 3 5، يبقى في 5. بعد كده القاف دورانها حوالين ه، دوران سالب مع عقارب الساعة، يبقى سالب قاف. بعد القاف عن ه كام؟ 3 متر، يبقى في 3. كويس. فاضل بعد كده المية، المية حوالين ه دوران ضد حركة عقارب الساعة، يبقى زائد 100 في بعدها عن ه 2 متر. خلي بالك انا بقول المجموع الجبري لعزوم القوة حول ه بيساوي عزم المحصلة حوالين ه، ده كله بيساوي عزم المحصلة. نبص المحصلة بتلف حوالين ه دوران ايه؟ ضد حركة عقارب الساعة، يبقى 300 والبعد عن ه كام؟ 2 متر. مسألة كده خلاص، هي مسألة سطر واحد، مسألة الامتحان سطر واحد للي فاهم. واحد هنا هيقول لي طبعا هو احنا عايزين قيمة قاف، ممكن انا اقول دي عبارة عن 1000 اهو، سالب 3 قاف، وبعدين زائد 200، وبتساوي ايه؟ 600. كويس. هنا التلاتة قاف هتروح في الطرف التاني بصيغة موجبة، 3 قاف بتساوي، خلي بالك دي 1200، 1200 هنا، اما دخلها 600 هتبقى هنا بسالب 600، بتديني 600. يبقى اذا قاف بتساوي ايه؟ 600 على 3 بتساوي 200 نيوتن. يبقى القوة بتاعتي 200 نيوتن. نشوف الكلام ده موجود ولا مش موجود. هنا بيقول لي إذا كانت جميع القوى متوازية وعمودية على قالب ب، وكانت محصلة هذه القوة 300 نيوتن وتعمل رأسين الأعلى، فإن قيمة قاف 100 ولا 200 ولا 300 ولا 400. واضح الإجابة بتاعتي ب، أهي الإجابة بتاعتي هي ب. سؤال امتحان واضح من أسئلة الامتحان، نحس الامتحان سهل. الراجل يعني اللي حط الامتحان بيبسط لك كل الأفكار، يعني عايزك إيه اللي مذاكر وفاهم سهل جدا، بيقفل ورقته بسهولة. نشوف سؤال تاني ونشوف هنحله ازاي. هنا في الشكل المقابل مديني اذا كانت المجموعة متزنة. ما دام المجموعة متزنة يبقى المحصلة بتساوي صفر، والعزوم حوالين اي نقطة بتساوي صفر. المجموعة متزنة. نبص مع بعض هنا مديني دلوقتي فإن ر 2 بتساوي نقط نيوتن. مديني هنا برضو هرسمها عشان اوضحها لك اكتر، فعايزين ر 2. ادي هنا مسألتي اهي، كان هنا بتأثر في الف قوة 400، وعندي هنا ب 4 متر، ودي ره 2، خلي بالك انت عشان دي ره 2، وبعدين في 9 متر، وبعدين في جيم 1400، وبعدين هنا في 1 متر، وهنا في ره 1، وهنا في 6 متر، ودي دال كده 6 متر، وهنا اهي. هنا بيقول لي اذا كانت المجموعة متزنة، خلي بالك هناك كانت المجموعة ليها محصلة، فانا قلت المجموعة اللي جاب لي العزوم القوة حول نقطة بيساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة. بما ان المجموعة متزنة يبقى العزوم حوالين اي نقطة بيساوي
صفر. نكتب الكلمة دي لأن دي نقطة هي حل المسألة، بما أن المجموعة متزنة يبقى إذن العزوم حول أي نقطة بيساوي صفر، ودي أهم حتة عندي في المسألة. طبعا هو طالب إيه يا مستر؟ طالب ره اتنين. أنا عندي ره اتنين وره واحد، خلي بالك في ناس بتزغلل يعتبر ره اتنين دي ره واحد وره اتنين، لا هو طلب ره اتنين، يبقى ألغي ره واحد، يبقى هجيب العزوم حوالين د، يبقى العزوم حوالين د بتساوي صفر. نبص بقى العزوم حوالين د، أول حاجة بتقابلني 400 كده مع حركة عقارب الساعة، يعني كده سالب، يبقى بتلف سالب، يبقى سالب العزوم حوالين د بيساوي المتجه الصفري. سالب 400 خلاص اهي ماشيه مع حركه عقارب الساعه، هعد مع بعض كده 4 و9 13 وادي 1 يبقى 14، يبقى في 14. وبعدين ر 2 بتتحرك ضد حركه عقارب الساعه، يبقى الزائد ر 2 بعدها عن د 9 و1 10. فاضل ايه؟ فاضل ال 300. ال 300 بتتحرك ضد حركة عقارب الساعة، يبقى زائد 300 بعدها عن د، بجيب العزوم حوالين د 6 و1 7، بعدها عن د 6 متر بس، في 6. كل ده بيساوي ايه؟ صفر، لان احنا قلنا العزوم بصفر. طيب نقبل كله يقبل اسمه على 10، نريح دماغنا، ادي صفر الصفر صفر. كويس، هنا انا عايز ره 2، يبقى ره 2 بتساوي، هودي دي في الطرف الثاني، دي خلي بالك 400 انا شلت منها صفر، بفضل ايه؟ ال احنا قلنا العزوم لسه في قوة تانية نسينها، طبعا احنا خدنا ادي ال 400 وره 2 وفاضل ال 1400، يبقى لسه 1400 بعدها 1 زائد 1400 زائد 1400 بعدها عن د اللي هو 1 بيساوي صفر، لانها طبعا بتتحرك كده بالايه؟ بالسالب 1400 دي بالسالب. نخلي بالنا بقى كده، ادي ره 2 اهي، هودي السالب 1400 هتروح في الطرف الثاني، وانا قاسم على 10 شلت صفر، هتروح هناك دي في الطرف الثاني هتروح باشاره موجبه، يبقى 140، وهنا هتروح دي كمان باشاره موجبه يبقى زائد. خلي بالك معايا، ادي صفر وبعدين هنا 4 في 14 ب 56، وبعدين دي هتروح باشاره سالبه يبقى سالب 180. 140 سالب 180 بتديني سالب 40، يبقى واضح ر 2 بتساوي 520. 520 التمييز طبعا كده نيوتن، يبقى هنا نيوتن. هل ال 520 موجوده ولا مش موجوده؟ نبص مع بعض كده تاني. شكل المقابل اذا كانت المجموعه متزنه فان ر بتساوي كام نيوتن؟ هل 1580؟ هل 1050؟ هل 700؟ هل بتساوي 520؟ يبقى الاجابه بتاعتي ده. معلش هراجع الحته دي تاني وخلي بالك معايا. يبقى اول حاجه جبت العزوم حوالين ده لان مش محتاج ر واحد، لغيت رد الفعل ر واحد، وبما ان المجموعه متزنه يبقى هنا العزوم بتساوي صفر. ادي اول حاجه ال 400 دورانها سالب، سالب 400 بعدها عن د، ادي 4 و9 13 1 14 اهي، وبعدين خدت ر 2 اشارتها موجبه لانها بتتحرك مع حركه عقارب الساعه وبعدها 10، خدت ال 1400 مع حركه عقارب الساعه بسالب اهي في 1، وبعدين خدت دي وطلعتها ب 520، برضه مساله جميله وسهله. نشوف سؤال تاني، نشوف هنحله ازاي. السؤال الثاني بيقول لي الآتي: أ وب وج والدال أربع نقط مختلفة على مستقيم واحد، بحيث أن أ ب قد ب ج قد ج د بيساوي 30. نرسمهم، يعني متقسمة ثلاث أقسام متساوية أهو، أدي المستقيم بتاعي أ ب هنا مديني بقى ايه؟ نبص مع بعض، بيقول لي ان هنا الف وب وجيم ودال اربع نقط على مستقيم، اربع نقط مختلفه على مستقيم واحد، بحيث الف ب بيساوي ب جيم بيساوي جيم دال 30، يبقى هنا 30 30 30 سنتيمتر.
أثرت قوتان مقدارها 8 و9 نيوتن في النقطتين أ و د. أ و د، أدي أ ودي د، أدي واحدة كده ودي د. أثرت قوتان 8 و9، يعني هنا 8 وهنا 9 في النقطتين ألف وداء على الترتيب وفي اتجاه واحد زي ما رسمناه عمودي على ألف د، كما أثرت القوتان مقدارهما 4 و7 نيوتن في ب و ج. واحدة هنا 4 وهنا 7 في ب و ج. يبقى هنا كما أثرت قوتان مقدارهما 4 و7 نيوتن في النقطتين ب و ج على الترتيب وفي اتجاه مضاد لاتجاه القوتين السابقتين، عين محصلة هذه المجموعة. طبعا هنا أنا ببص ألاقي القوتين اللي فوق مجموعهم 17 والقوتين اللي تحت مجموعهم 11، يبقى المحصلة في اتجاه القوى الكبرى، يبقى المحصلة هتكون فوق. هنفرض ان المحصلة بتأثر في اي نقطة، انا ممكن اقول لك تحددها ازاي بس انا مش عايزك تعمل تتعب نفسك. يبقى هنا المحصلة كده اللي هي عندي بتاعت الايه القوة بتاعتي دي المحصلة. يبقى محصلة القوة ح بتساوي، طبعا هنا هجمع الكبار الاول 8 زائد 9 دول في اتجاه، ناقص القوة اللي تحت 4 زائد 7. 8 و9 بتديني هنا 17 ناقص 11 بتساوي 6 اللي هي المحصلة. كان التمييز عندي هنا بالنيوتن، اللي بالنيوتن يبقى نيوتن، يبقى جبنا متجه المحصلة. طب هو بيقول لي ايه؟ عين محصلة هذه القوة، يبقى عينها مقدارا واتجاها. يبقى هنجيب بقى هنا افترض انها بتأثر في نقطة، ودي عن ايه نقطة ألف س. العزوم حول أ بيساوي عزم المحصلة حول أ. خلاص أنا بجيب العزوم حول أ لغاية التمانية، يبقى أول قوة بتقابلني بعد التمانية إيه؟ اللي هي الأربعة. أربعة دي دورانها ضد حركة عقارب الساعة. طب الأربعة بتبعد كام عن أ 30؟ يبقى أربعة موجبة وبعدها عن أ 30. بعد كده السبعة برضو موجبة وبعدها عن أ 60. بعد كده التسعة سالبة وبعدها عن أ 90. كل ده مجموع الجبر لعزوم القوة حول أ بيساوي عزم المحصلة حول أ. الألف أهي، خلي بالك المحصلة بتلف إيه مع حركة عقارب الساعة، يبقى سالب 6 في البعد عن أ س معرفوش. كويس، واحد يقول لي كل طرف بيسأل اسم على 6، على 6 راحت كده، على 6 فيها ال 15، على 6 بقت هنا ال 10، على 6 بقت هنا 5. 5 في 4 ب 20 زائد هنا 70 ناقص 135، كل ده بيساوي سالب س. ادي هنا 90، يبقى سالب 135 زائد 90 بتساوي سالب س. الشرط الاكبر هي سالبه، سالب 5 و9 من 13 4، سالب 45 بتساوي سالب س. يبقى اذا س بتساوي 45 سنتيمتر، يبقى خط عمل المحصله يبعد عن أ بمسافة 45 سنتيمتر. واحد كان هيرسم التمانية والتسعة تحت والأربعة والسبعة فوق، مش هتبقى مشكلة كده أو كده صح، وكده هنا هتطلع مرسمهم تحت هتبقى هنا المحصلة بالموجب، هنا كده أو كده، فواضح الإجابة بتطلع 45. نشوف سؤال تاني ونشوف هنحله ازاي. طبعا هنا السؤال الثاني كان شكله كده، بيقول لي في الشكل المقابل أ ب قديم منتظم له 4 أمتار منتظم، يبقى وزنه بيأثر في انتصه زي ما هو، ووزنه 6 ثقل كيلوغرام، يتصل بمفصل عند طرفه أ وأثرت عليه قوة ق ثقل كيلوغرام عند الطرف ب كما موضح بالشكل، فحفظته في وضع توازن أفقيا، فإن ر بتساوي، هو عايز ر. برضه هرسم وهحل المسألة. المسألة كانت سهلة،
وهدية، كل الامتحان كانت أسئلته هدية، ما فيهاش حاجة صعبة. نبص مع بعض كده أهو، ده منتظم وزنه بيأثر في منتصفه، وزنه هنا يعني كان 6، وهنا قوة بتصنع زاوية 30 مع ألف ب. وادي القوة تحتي اللي هي ق، وعندي هنا ألف اهي، مفصل. طبعا المفصل مجهول، زاويته مجهولة، وفرضناه وفرض هو مديني في الرسمة سيتا، ما كانش ليها لازمة، بس هو بيشوفك يعني فاهم أو مش فاهم. وهنا 2 متر، وهنا 2 متر، وهنا ألف، وهنا ب، وهنا قاف. بياناتي كده ما فيهاش مشكلة. هنقرأ المسألة تاني وهنحلها على طول بمنتهى البساطة. بيقول لي شكل المقابل ألف ب قضيب منتظم، يبقى وزنه بيأثر في منتصفه، طوله 4 أمتار ووزنه 6 ثقل كيلوجرام، يتصل بمفصل عند ألف. طبعا المفصل دي مركبتين، فإذا أثرت عليه قوة قاف ثقل كيلوجرام، فإن الطرف عند الطرف ب كما هو موضح بشكل، فحافظته في وضع التوازن أفقيا أو جذري. أول حاجة ضروري أجيب قاف، يبقى بجيب العزوم حوالين ألف عشان أجيب قاف على طول، أخلص من ر، ما أقعدش أحلل وأقعد أعمل معادلات، لا، نجيب الأول حاجة نخلص من ايه؟ من ر. هسقط من مركز العزم عمود على خط عمل القوة، بمد خط عمل القوة كده، بسقط من مركز العزم عمود. كنت انا بقول لك بتاخد مسطرتك معاك وادواتك كاملة، اهو بسقط من مركز العزم عمود، ادي العمود اللي هو عندي ده البعد العمودي. هنا حافظتي في حالة في وضع توازن، يبقى هنا بما ان القضيب متزن، يبقى اذا العزوم حول اي نقطة بيساوي صفر، يعني العزوم حول اي نقطة بيساوي صفر، يبقى العزوم حوالين ألف بيساوي صفر. هنقول العزوم حوالين ألف بيساوي صفر، القاف دي بتلف هنا ضد حركة عقارب الساعة موجبة قاف. بعدها العمودي الوتر جا الزاوية، الوتر جا الزاوية، الوتر 4 متر، 4 جا 30 في 4 جا 30، خلاص خلصت من قاف. نيجي بعد كده فاضل مين؟ القوة. بجيب العزوم حوالين مين؟ ألف. الستة بتلف حوالين ألف مع حركة عقارب الساعة، يعني -6 في البعد العمودي 2، كل ده بيساوي صفر. خلاص خلصت مسألة. جا 30 بنص، نص الأربعة 2، 2 قاف بيساوي 6 في 2، وديتهم في الطرف الثاني بإشارة إيه؟ موجبة. الاتنين مع الاتنين، يبقى إذا القاف بتساوي 6، 6 التمييز كان إيه؟ ثقل كيلوجرام. جبت القوة. لا هو طالب رد فعل المفصل، طب أنا هحلل، هكتب رد الفعل مركبتين، واحدة اسمها سين، واحدة اسمها ص. احلل القاف بقى، انا جبت القاف ب6، يبقى هنا اما تتحلل القاف واحده هنا واحده في اتجاه عمودي، يبقى هنا 6، انا جبت قاف ب6، 6 جتا 30، 6 جتا 30 العمودي عليه 6 جتا 30، خلاص مسألتي خلصت. بما ان هنا متزن، يعني هنا المتزن، يبقى السينات بتساوي صفر والصادات بتساوي صفر. السينات بتساوي صفر، خلي بالك السين اهي، سين هتساوي طبعا سين هنا ناقص 6 جتا 30 بتساوي صفر، يبقى سين بتساوي 6 جتا 30، يعني 6 جتا 30 بجذر 3 على 2، 2 مع 6 يبقى بتديني 3 جذر 3. صادات بصفر، ده هنا زائد ده، يبقى هنا ص زائد 6 جا 30 بتساوي 6، اللي فوق بيساوي اللي تحت. هو جا 30 بنص، نص ال 6 3 هتروح هناك، يبقى اذا الصاد، اذا الصاد بتساوي 6 ناقص 3 بتديني 3. هو عايز رد فعل المفصل، يبقى رد فعل المفصل الجذر التربيعي لس تربيع زائد ص تربيع. الجذر التربيعي ل 3 جذر 3، 9 في 3 ب 27، زائد 9 بتديني جذر 36، جذر 36 ب 6، يبقى رد فعل المفصل ر بيساوي 6 ثقل كيلو جرام.
يبقى هي مسألتي هل الإجابة دي موجودة ولا مش موجودة؟ نبص مع بعض هنا تاني أهي. الزلزال بقضيب منتظم طوله 4 أمتار ووزنه 6 ثقل كيلوغرام يتصل بمفصل عند طرف ألف، فإذا أثرت عليه القوة دي كما هو موضح بالشكل فحفظته في وضع توازن أفقيا فإن ريه بتساوي هل 12 هل 6 جذر 3 هل 6 هل 3 جذر 3؟ يبقى واضح الإجابة بتاعتي اللي هي جيم، وطبعا الإجابة بتاعتي اللي هي جيم أهي. طبعا شفنا أسئلة الامتحان في منتهى السهولة والبساطة. نشوف السؤال التاني ده بيقول إيه. سؤال محفوظ وباستمرار بنحله مع بعض كتير، وجه بنفس الأفكار ونفس القيم اللي كنا بنعرضها. بيقول لي ألف ب ج د شبه منحرف قائم الزاوية ب، وألف د يوازي ب ج، وألف ب 8 وب ج 15 وألف د 9، أثرت قوة 9 ق 44 و 68 جرام في دال ألف ودال جيم وألف جيم على الترتيب، وإذا كان خط عمل محصلة المجموعة مجموعة القوى يمر بنقطة ب فوق ق. هرسم وبعدين نفكر مع بعض. أدي شبه المنحرف بتاعي قائم الزاوية ب أهو، إديني ألف ب 8 وب جيم 15 يبقى هنا قائم الزاوية ب، يبقى ادي الف ادي ب ادي ج ادي د. الف ب ج د شبه منحرف قائم الزاوية ب، الف د يوازي ب ج، فعلا اهو الف د يوازي ب ج، كلام صح. الف ب 8 يبقى الف ب 8 سنتي، ب ج 15 سنتي يبقى دي 15 سنتي، الف د 9 دي 9. أثرت القوة قاف، قلت بكتب القوة قدامي قاف 44 و68 في د ألف ود ج وألف ج. طبعا مهم جدا النقط والأسهم على الترتيب، وإذا كانت خط عمل المحصلة لمجموعة القوة يمر بالنقطة ب، يبقى بالتالي بما أن المحصلة تمر بالنقطة ب، يبقى إذا العزوم حول ب بتساوي صفر. نقطة مهمة جدا. بس خلاص كده سألتي مفيش مشكلة. هبدأ بقى دال ألف، دال ألف ماشي من دال رايح لألف، يبقى واضح إن هنا دال ألف أهو القوة اللي كانت بتعمل في دال ألف مقدارها قاف. كويس. دال جيم أهي اللي بتعمل في جيم 44، ألف ج أهي تمانية وستين، كلام سهل جدا جدا جدا. العزوم حوالين ب بتساوي صفر لأن المحصلة بتمر ب أهو، قالها لي، مش هقعد أجيب أي أرقام وخلاص، لأ. وإذا كان خط عمل المحصلة لمجموعة القوى يمر بالنقطة ب، يبقى خلاص العزوم حوالين ب بتساوي صفر، لأن المجموع الجبري لعزوم القوى حول نقطة بيساوي عزم محصلتها حول نفس النقطة. نبدأ مع بعض، نخلي بالنا. بجيب مسقط د على ب ج، مسقط د على ب ج، يعني بسقط عمود كده على ب ج، أسقطت دي. كانت دي 9 ودي 15، دي 9 دي 9، يبقى دي 6 سنتي. طب خلي بالك دي 8 وده عبارة عن مستطيل، يبقى دي 8 سنتي. الوتر من فيثاغورس د ج بيبقى 10 سنتي. 64 زائد 36 100 جذر ال 110. برضو المثلث الثاني أ ب ج، ده مثلث قائم الزاوية، دي 8 دي 15، بجيب أ ج من فيثاغورس، يبقى أ ج تربيع عبارة عن 8 تربيع زائد 15 تربيع، 8 تربيع ب 64، 15 تربيع ب 225، يعني 289، يبقى أ ج بتساوي جذر التربيع ل 289 17 سنتيمتر. كل الحاجات دي أنت حافظها وفاهمها. نيجي بقى نشوف مسألتنا، برضه المسألة بسيطة وسهلة بس ارسم صح. هنا هجيب بالأمر العزوم حوالين دي، مش جيم ولا أي حاجة، بجيب العزوم حوالين دي.
العزوم حوالين به، اول قوه بتقابلني ال68، بسقط من مركز العزم عمود على خط عمل القوه، اسقطت عمود على خط عمل القوه. طب طول العمود ده يا مستر انت كل مره بتقول لي حاصل ضرب ضلعي القائمه على الوتر. طب نمسك ال68 بتلف ضد حركة عقارب الساعة، يعني 68 موجبة، اهي 68 موجبة. بعدها العمود يا مستر حاصل ضرب ضلعي القائمة على الوتر 8 في 15 على 17. برافو، خلصنا من مين؟ من 68. انا بجيب الصعب الاول لان القاف امرها سهل. بالمرة ناخد القاف، القاف برضو بتتحرك مع حركة عقارب الساعة، خلي بالك، يبقى سالب قاف. بعد القاف العمودي كام؟ 8 سنتي عن ب، 8 سنتي. فاضل بقى مين؟ ال 44، هنا إشارتها بتتحرك مع مين؟ ضد حركة عقارب الساعة، يبقى زائد 44. بعدها العمودي بيساوي كل ده بيساوي صفر. نشوف البعد العمودي، خلي بالك معايا، بسقط من مركز العزم عمود على خط عمل القوة، بمد خط عمل القوة بتاعي. مديت خط عمل القوة أهو، بحط مسطرتي كده، وشايف أنا المسطرة الخط ده منطبق على الخط، يبقى ده البعد العمودي، بسقط عمود أهو. العمود ده الوتر جه الزاوية، ماشي، نيجي الوتر الأول، الوتر كله 15، يبقى 15. جا الزاوية، جا سيتا، الوتر جا سيتا، سيتا اهي. جا دي بتساوي 8 على 10، يعني 4 على 5، في 4 على 5. الخمسة مع الخمستاشر فيها التلاتة. خلاص هنا كله يقبل اسمه على ايه؟ على التمانية. على التمانية راحت هنا، على التمانية دي راحت، على التمانية يبقى خدت من دي 4 واخد من دي على 2، بقت 22. ال17 مع ال68 فيها الأربعة، 4 في 7 ب28، و4 في 1 ب4 في 2 6، 4 في 15 ب60. خلي بالك سالب قاف ما فيهاش حاجة، زائد هنا 66، كل ده بيساوي صفر. طب أنا عايز أجيب قاف، أودي قاف في الطرف التاني، يبقى قاف بتساوي 60 زائد 66، يبقى 126. التمييز كان هنا عندي بايه؟ ثقل جرام، يبقى ثقل جرام. نقرا المساله ونشوف هو ايه اللي كان طالبه. بيقول لي ا ب د منحرف قائم الزاويه في ب، و ا د يوازي ب ج، ا ب 8 و ب ج 15 و ا د 9. اثرت القوه ق و 44 و 68 في د ا و د ج كده على الترتيب. فاذا كان خط عمل المحصله للمجموعه بيمر بالنقطه ب فوجد ق، جبت انا ق، يبقى مسألتي كده خلصت. نشوف سؤال تاني ونشوف هنحل. أسئلة الامتحان زي ما شايفها جميلة جدا، أسئلة بسيطة ما فيهاش مشاكل. نشوف السؤال التاني بيقول إيه. بيقول لي في الشكل المقابل هدية، سؤال هدية ما فيهوش أي مشكلة، بمجرد النظر تحله. إذا كانت ق بتساوي 25 داين، فإن القياس الجبري لعزم ق حول النقطة أ بيساوي داين سنتيمتر. قياس الجبري للعزم، العزم قوة في مسافة. طب واضح واحد هنا من الرسم على طول مباشرة أنا بتكلم في المسألة دي. طبعا هنا عايز أجيب بعد ق عن ج، بقول حاصل ضرب ضلعي القائمة على الوتر. طبعا أنا هحلها على طول، مش محتاجة مني رسم. يبقى العزوم حوالين ج، هو طلب مني العزوم حوالين أ حول النقطة أ، خلي بالك العزوم حوالين أ، العزوم حوالين أ، القاف دورانها حوالين أ، خلي بالك سالب مع حركة عقارب الساعة، يبقى سالب قاف، وقاف بكام؟ ب25، يبقى سالب 25. في البعد العمودي، البعد العمودي، البعد العمودي الوتر، البعد العمودي اللي هو ده، حاصل ضرب ضلعي القائمة على الوتر، الضلعين بتوع القائمة 30 و40 والوتر 50، يبقى 30 في 40 على 50، يبقى هنا 30 في 40 على 50. مسألة الامتحان ما فيهاش مشكلة، التمييز داين في سنتيمتر. اختصار بقى، ال 25 مع ال 50
فيها الاتنين، الاتنين مع التلاتين فيها الخمستاشر. واضح ان العزوم حوالين الف، في سالب بره ما انساهاش، وفي صفر اهو، وخمستاشر في اربعة بستين يبقى سالب 600 ضاين سنتيمتر. عايزين بعد كده ايه؟ امتحانات اجمل من كده مفيش. نبص الاجابات هل موجودة ولا مش موجودة. واضح الاجابة هي الف، الف بسالب 600، ب ب 600، 750 الف، يبقى الاجابة بتاعتي الف. أعزائي الطلبة، طبعا إحنا شفنا آدي الامتحان اللي جه في امتحان الدور الأول، أسئلة كلها سلسة بسيطة، ما فيهاش أي يعني مجهود بالنسبة لك، ما دام بتحل رياضة وبتتابع بقى قناة مصر التعليمية، ثق تماما بتخش بتقفل الامتحان وتحصل على الدرجة 100%. وطبعا إلى لقاء في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.